وفد وزارة الداخلية المحترمون سادة وشيوخ وجهاء عشارة من الأصيلة. ومن ثم باتجاه منصة التحية شعار وزارة الداخلية. حامل لهذا الدنيا وطنا سما يا وطنا سما به المجد حتى حل في القمم الشك والريم. وباتجاه منصة التحية شعار جمهورية العراق سلمت يا موطن الأمجاد والكرم. ومن ثم باتجاه منصة التحية شعار وزارة الداخلية. السيطرة على الباص وإنكار قبض على من فيه. يقوم الإرهابيين بإطلاق النار من العجلة ويتم تبادل إطلاق النار فيما يقتحم منتسبو سرية سواق هذه العجلة السيطرة عليها والقبض على من فيها. أحلى التهاني والتبريكات بالنسبة لجميع القوات الأمنية ضمن وزارة الداخلية مناسبة الذكرى 96 لتأسيس الشرطة العراقية. هذه التشكيلات اللي أثبتت جدارة وتفوق عالي ضمن تحقيق الأمن داخل البلد وكذلك دحر الإرهاب من خلال مشاركتها ضمن معارك التحرير من دنس داعش الإرهابي سواء كانت على مستوى الشرطة الاتحادية وكذلك أفواج الطوارئ اللي تابعة إلى مديريات شرطة المحافظات الوضع الأمني الحمد ضمن المحافظة الديوانية جيد جدا بتضافر جهود الأجهزة الأمنية داخل المحافظة والتواصل مع الأجهزة الأمنية وكذلك المواطنين الموجودين ضمن المدينة والمنابر الإعلامية اللي داعمة للأجهزة الأمنية ضمن المحافظة سائلين الله العلي القدير أن ينديم الأمن والأمان ضمن العراق الحبيب. باتجاه منصة التحية سود بملابسهم بيض بقلوبهم ونواياهم أهدافهم بيضاء هي حفظ الأمن والسلام رجال للسلام يحمونها ويحرسونها. في الذكرى 97 لعيد الشرطة الوطني نهنئ جميع أفراد شرطتنا في محافظة الديوانية وأبناء العراق كما نهنئ أبناء محافظة الديوانية وأبناء بلدنا العزيز بهذه المناسبة العطرة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطى قواتنا الأمنية ويوفقهم ومن تألق إلى تألق إن شاء الله. اليوم الشرطة في محافظة الديوانية قدمت استعراضا نموذجيا وهذا الاستعراض لم يجي مجرد هو تمثيل أو شيء ولكن جاء بناء على ما قدموه في السنة الماضية من بطولات لاستقرار الأمن واستدبابه في هذه المحافظة الديوانية وكما شاركت المؤسسة الأمنية في محافظة الديوانية ومدير الشرطة الديوانية في المحافظات المحررة في السنوات الماضية بمقاتلة داعش ومن لف لفهم. لذا نتمنى لهم الموفقية وشكرا جزيلا لما قاموا به بهذه المناسبة الطيبة العطرة ألا وهي مناسبة عيد تأسيس القوات الأمنية والشرطة العراقية السنوي. نقدم كل التبريكات والتهنئة لهذه القوات الأمنية التي حافظت على الأمن الداخلي في محافظتنا وفي كل محافظات العراق الحبيب.